الحكم. هي الأوضة دي تبع مين بالظبط؟ تبعنا كله. أي حد من طائفة المعمار من بلدنا ملوش متوى بيجي ينام فيه. طب ده كده خاطر، ده ممكن أي حد فيهم يبلغ عني. ما تقلقش يا راجل، الناس دول بيبقوا نايمين ومش درانين بأي حاجة، والصبح بيروحوا شغلهم. اطمن يعني. افتح. خير؟ إيه الريحة دي؟ دي ريحة الأوضة. أني أوضة؟ الأوضة اللي هتنام فيها. أقسم بالله ما هنام فيها، نام فين؟ ده أنا أروح أسلم نفسي أهون ما إن أنا أنام هنا. يا راجل ده كلها يومين وتاخد عليه. لا يومين ولا دقيقتين، إيه الريحة المعفنة دي؟ يا راجل أنت، أنا بفرش في أي حتة هنا وخلاص، أوعى إيدك. في حمام هنا ولا إيه؟ أيوة الحمام مشترك ورا الأوضة دي. يا نهار أسود، حمام مشترك؟ إذا كان الأوضة ريحتها كده، أمال الحمام المشترك ريحته عاملة إزاي؟ طب أنا أخش أستحمى وأغير هدومي على ما تنزل تجيب لنا حاجة أكلها، ماشي؟ متأخرش. مالها الأوضة؟ ما ريحتها لافندر أهي. فافي قوي بتوع مصر دول. سلام.